بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. ازيكم يا حبيبة، عاملين ايه؟ النهاردة طلب مني ان انا اعمل فانوس رمضان بالنحاس. انا عملته قبل كده كذا حجم وكذا شكل وكذا لون، فدلوقتي انا هوريكم ايه في فوانيس هي صغننة، فمطلوب مني ان انا ايه اعمل الفوانيس دي. فانا هعمل فانوس يعني تقريبا قد الحجم ده، والفانوس ده اللي يلزمنا نعمل عمل زي كده الشكل بتاعه. طبعا شفتوا ده، طبعا النحاس بيجي من الرواعي او من حارة اليهود. هو من العتبة عامة. يعني هنحتاج لولي على حسب ما انتوا عايزين وحسب الاشكال اللي انتوا عايزينها. انا حاطه، بس انا هعمله بس النهارده ابيض، في ابيض لولي، في كريستال، في كريستال اسود، كريستال ابيض في كريستال اسود. هنحتاج بقى القطاعه، هنحتاج البنسه المبرومه، البنسه المبططه. انا بقول قلت كل في كل اعمال النحاس اللي انا عملتها العده دي ثابته معايا في كل الفيديوهات. طبعا هنحتاج النحاس 1.5 ملي، هنحتاج 0.5 ملي بس ده اللي هنحتاجه عشان ده سلك الربط هنربط بيه. هنحتاج منديل علشان نمسح بيه النحاس، ومسطرة مهمة. هنقطع من كل، يعني بص انا هشرح لكم على الفانوس نفسه القاعدة بتاعته دي. هنقطع 4 زي كده الطول اللي احنا عايزينه. انا علشان انتوا مبتدئين لسه، فانا هقول لكم الطول من تحت ده 10 سنتي طول الحتة دي اهي، انا قطعها عشان اوريها لكم. هي 10 سنتي. هنعمل فيها ايه؟ هنقطع 4 من دول، 4 اطوال من دول. هنعملها كده بالبنسة المبرومة، وهنيجي هنا من الطرف ده هنتنيها كده بطريقة سهلة وبسيطة خالص. اهي اهي شايفين، هنتنيها من الطرفين. بس كده هنعمل 4 من دي. دي القاعدة بتاع الفانوس من تحت، وهنقوم جايين من الطرف من هنا بالبنسة اللي هي دي المبططة، وهنقوم جايين تانيين كده بسم الله كده، والناحية التانية برضو نفس الكلام. بقت بالشكل ده. هنفتحها كده بس شوية عشان نعرف ان احنا ايه نعملها قاعدة. اهي دي هنعمل 4 من دي. انا كمان بالفعل عملت 4 اهم، وتانيتهم نفس التانية اللي انا وريتها لحضراتكم. 4 ديت القاعدة بتاع الفانوس. طيب احنا عايزين نقص الجزء ده، جزء بقى اللي هو البدن بتاع الفانوس، البدن بتاع الفانوس نفسه. هنقوم جايين برضو على النحاس وقايسين. احنا خدنا 15 سنتي كده مثلا، كده 15 سنتي، وبالقطاعة بتاع النحاس هنقطعها كده بس. وبرضو هنيجي من الطرفين بتوعها، وهنروح دي نفس الخطوة اللي في التاني بس انا هوريها لكم. هنروح عاملينها كده اهي على طول كده خلاص. احنا هنيجي من الوسط. شوف احنا عملنا القاعدة قد ايه، دي القاعدة اهي الحتة بتاع القاعدة دي هنقوم حاطين البتاع من النص بالظبط اللي احنا عملناها بتاع البدن من نص بالظبط بالظبط اهي. وهنروح بالبنسة المبططة تانيينها كده لتحت اهي، وهنيجي الناحية التانية نفس الكلام اهي. خلاص ادي البدن. هنيجي بقى نشبكها بسلك من السلوك اللي هي بتاعتنا بتاع الربط.
وهنقوم رافعينها لفوق كده، يبقى ده ايه؟ البدن. انا هربطها قدامكم، يبقى ده القاعدة من تحت ودي من فوق. هنعمل من ديت 4 اهو، انا عاملة منها 4 بس عامل حجم صغير شوية عشان يبقى في النص صغير. شوفوا 4 اهو. ناقص لنا ايه بقى؟ ناقص لنا الشيالة بتاع الفانوس من فوق. الشيالة بتاع الفانوس من فوق اهي، الشيالة اهي، شايفين؟ اللي هنشيل منها الفانوس. هنقطع من دي برضو، وليكن بقى الطول اللي انت عايزينه 4 8 سنتي، هنقطعها 8 سنتي 8 سنتي بنقطعها. هنقطع منها برضو 4. هو الفانوس عشان رباعي يبقى كل حاجة 4، فيه فانوس خماسي وفيه فانوس سداسي، مش مشكلة يعني، على حسب ما انتوا عايزين. هنتنيها برضو من الطرف اهي، وهنتني دي من الطرف التاني، نتنيها العكس بقى، ونبقى نتنيها العكس اهي. هنعمل من ديت 4، انا عملت منها 4 اهو، 4 اهو، ماشي. طيب احنا هنبدأ نعمل ايه بقى؟ ناخد سلك الربط. طبعا انا لفه السلك على هنا على حاجة علشان يبقى سهل التعامل بيه. انا عملت من كل حاجة 4، انا محتاجتش المنديل المرة دي، لان الاجزاء اللي انا بعملها اجزاء صغيرة، يعني انا المفروض قبل ما انا هبدأ ان انا اتنيها او اعملها امسحها، بس مش مشكلة، اما اخلص خالص ابقى امسحه بالليمون. طيب نشيل بقى اللي احنا عملناهم دول في جنب. انا عاملة بقى من كل من دول 4 4، عاملة من دول 4 4 اهو. اول واحدة هنقوم عاملينها لتحت ونروح عاملينها كده، احنا هنعملهم كده ماشي، وبسلك الربط هنربط اهو بس كده، ونروح جايين قاطعين السلك، وبالبنسة المبرومة نبرم نتني الطرف اللي احنا عملناه لتحت او البنسة المبططة، ونتك عليه كده علشان احنا نمسكه وما يشكناش ما يعورناش. هنعمل برضو اللي الباقي كله كده بالطريقة دي اهو. بصوا بقى، هنيجي بقى احنا هنا، هنيجي احنا هنا، بس انا هكمل الجزئين التانيين بقى وهوريهم لكم مرة واحدة كده. يا جماعة انا عملت دول، عملت الـ4، هقوم حاطه الـ2 كده فوق بعض كده بالظبط، كده بالظبط، وهروح جاية من السلك اللي هو بتاع الربط ده اهو، وهنقوم جايين من الطرف اللي فوق خالص، وهنلف بقى هنوصل الـ4 كده ببعض، وكل شوية نثبت بالبنسة المبرومة علشان ان السلك يمسك في الأعمدة بتاع الفانوس. خلاص انا عملت اللي هما العمودين اللي فوق، انزل بقى على العمودين اللي تحت برضو. انا مش هقطع بنفس البتاع بس، وهما مفتوحين، وهما مفتوحين، نفتح الجزء اللي احنا عملناه كده وننزل تحت اهو، زي غرزة الاساور دي انا عاملاها هنا في الاعمدة دي، بس انا بعملها كده هي دي برضو، هي دي فكرة برضو سهلة ان انا بعمل لكم باسهل حاجة. شوية شوية نخش بقى في الغرزة اللي هي تتعمل، فانتوا بتعملوا بدي هتبقى سهلة جدا بالنسبة لكم. طيب انا عملت الاتنين التانيين بنفس الشكل اهم، بنفس الشكل بالظبط، هقوم موصلة كده، هوصل دول بدول وهقوم رابطة بقى
بصوا اتكون شكله ازاي اهو، اتكون شكله قدامكم اهو. اعمل بس انا هعمل دول وهرجع لكم تاني. بصوا كده يا جماعة، انا كده ايه شبكت الاربع جوانب في بعض اهم، بقى واخد شكل الفانوس اهو. طيب هنعمل ايه بقى هنا؟ هنجيب السلك ده كده وهنلفه كده كده هو داير ما يدوب. احنا مش هنقص دلوقتي، احنا هنقص بس لما نخلص التركيب بتاعه. هنقص بقى، ولو في زيادة تانية ولا حاجة هنقصها برضو. الطرف الأولاني بقى خالص اللي احنا قصيناه هنعمل ايه؟ هنتنيه كده. بصوا الطرف ده أول ما دخلنا السلك هنتنيه كده كده فوق ال اهو، فوق السلك نفسه. في بقى اللي احنا الأخراني اهو هندخله برضو من نفس العين اهي، الأطراف اللي احنا عملناها اهي اهي. يلا بصوا بقى جمالها اهي. طيب احنا جبنا عملنا الاربع اطراف، ولسه برضو احنا بنشكل وبنعمل، هنظبط اللي هما دي الماسكة، دي الماسكة بتاع الفانوس دي. هنعمل بقى ازاي؟ هنقوم جايين احنا تنناها من هنا ومن هنا، الاتنين عكس بعض. هنقوم جايين فاتحين واحدة ومدخلينها هنا اهو، وهنقوم قافلينها تاني اهي. ماشي، يعني خلي اللي هنا لجوه واللي فوق لبره. اوريها لكم تاني، العين لجوه كده، هنعملها كده اهي لجوه كده، وهنقفلها على كده. انا عملت بقى الاربع جوانب، شايفين اهم. هنشبك اول اتنين في بعض، بعد كده نرجع نشبك التالتة معاهم. ده ممكن يتعلق في عربية مثلا. هنعمل ايه في الخرز؟ يعني حاجة ترجع لكم انتوا بقى، يعني حاجة ترجع لأذواقكم انتوا. أول حاجة هنلف، هنقطع بقى حتة وهنلضم كأننا خيط، دي حتة اهي كأننا بنعمل بخيط ده خالص. خيط يعني زي الخيط بالظبط، بس نثبتها جامد عشان دي اول واحدة هنشتغل بيها. ايه الاشكال بقى اللي احنا هنعملها؟ طبعا اي اشكال عشوائية، احنا هنعمل اي اشكال عشوائية او لولو زي ما بيقولوا في الدول العربية اهو. خليها اتنين بيض وواحدة سمرة واتنين بيض تانيين، ده طبعا على حسب أذواقكم اهو. ممكن بقى ممكن ايه، استنوا انا عندي فكرة حلوة. ممكن ده هنا بصوا مثلا يبقى كده، ايه رأيكم؟ شكلهم تحفة كده. طبعا انا عملتها فوق هنا، هعمل خرزتين بيض، انا هعملها كلها بالشكل ده كأنها ايه زهرة اللوتس. دلوقتي انا ايه خلصت انا الخرز اللي تحت، طبعا على حسب ما انتوا عايزين تعملوا، على شكل وردة، على سامبوكسات، على شكل طول بالطول كده براحتكم خالص، بس ما تداروش بقى النحاس عشان هو جماله ان النحاس بتاعه يبقى باين.
جيت فوق بقى، فانا برضو الاطوالات اللي انا عملتها قمة الفانوس من فوق، انا عملت من كل واحدة وواحدة خرزتين كريستال شفافي وواحدة سمرة وواحدة شفافي، يعني هما 4 خرزات، التلاتة شفاف وواحدة سمرة. انا هوريها لكم اتعمل ازاي. طبعا انا رضمت النحاس اهو، واحدة سمرة واتنين بيض. انا مش عايزة اكتر بقى من فوق حاجة علشان الاضاءة بتاعته، وهقوم لف كده السلك اهو، منها ان انا هثبت الربطات اللي انا عاملاها من فوق، ومنها ان انا ايه بربط اخر نهاية ليه. العلقة بتاع الفانوس احنا قطعنا حتة نحاس اهي، البنسة اللي بنبرم بيها النحاس هنلفها كده يعني اهي، وهنيجي بقى على الناحية التانية الكبيرة هنلفها لفة كبيرة ايه، نعلقه بقى في عربية، نعلقه في حاجة بس كده كده اهو، بس كده اهو. خلصنا فيديو النهاردة كده، يبقى خلصنا فيديو النهاردة، وأتمنى يا رب يكون انتوا فهمتوا اللي أنا عملته، وأتمنى كمان اللي عنده سؤال أو اللي عنده استفسار أو أي تعليق سواء بالسلب أو بالإيجاب يقول لي، ويقول لي إيه العيوب وإيه المميزات عشان أنا أستفيد والناس كمان تستفيد. وبشكركم على حسن متابعتكم واستماعكم، وبشكر الناس الجديدة اللي دخلت عندي، بشكرهم من كل قلبي، ونورتوني وشرفتوني، ويا رب أكون على قد إيه المسؤولية كده يا رب، وأقدر إيه أفيدكم. ودي إيه الفوانيس اللي أنا عملتها أهي، بس مع ألف ألف سلامة.